السلام عليكم ورحمة الله. اتصال من مواطن على أفعى حصيرها جنب المنزل، وأتمنى أن نوصل قبل ما تهرب الأفعى، لأنه مرات الأفاعي بتهرب. طبعا موسمنا إخوان هو في فترة الصيف، الصيد في ناس بتقول لك كثير غيرنا فيديوهات، قريبا راح نغير، بس بتعرفوا الصيد بيجي فرصة غاض، ما بنقدر يعني بدنا نروح نصيد، عشان في الشتاء ما في عنا مواضيع صيد، عشان هيك فرصة إلنا في الصيف، ومع إنه الناس كلها معاها أرقامنا وإشي، فقديش بنقدر بنحاول نصيد ونفرجيكم الصيد. واللي بيسألوني عن المصاري، أنا إخوان ما باخذ مصاري من الناس بتاتا، لله تعالى، هل بناخذه من اليوتيوب من هان بنحطه من هان، لكن هويتنا الصيد، مساعدة الناس. كيف بنشوف وين بالضبط؟ وين طلع الولد؟ انا خايف مش شايل العمارة تطلع. تعال نشوف. وين هي؟ انت ابن الشر الزلمة اللي اتصل علي؟ يلا وينه؟ مالكم بتلحسوا؟ شو الدعوة؟ طلعين ركاض عليكم. طيب يلا، من وين من عمان؟ من عمان. شو بتساوي هون؟ زيارات؟ يا حياك الله. والله لسه امبارح بسألوه، طيب وين ساكن جمال عباسي؟ فيش اسانسير؟ في طيب يلا. المويه يعني ضد الضوء؟ تحت بس ضد الضوء؟ وين اسانسير؟ يلا. قلت لك من عمان؟ جاي زيارة هان؟ قديش جاي؟ جاي شهر زيارة. احنا متابعينك دائما. احنا متابعينك دائما. على راس والله. يلا يا اسانسير ليش مش شغال؟ لا والله. هاي واضح. وينك بس؟ سالم. سالم يلا سالم. قعد لو تصورت معاه؟ يا زلمة عادي، والله انا بتشرف اتصور. يسعد. وين بالضبط؟ هي من هنا. في حدا هنا شيء بدوش تصوري معه؟ انا بدي اصور. السلام ورحمه الله. سلام. انت جمال. لا هي الشبكه. هذا الشباب، هذا الشباب. الله يعطيكم العافيه. يا هلا يا هلا. عم تخير مضبوط. وين بس تعرف محمد صور. كبيرة؟ ايش تلفوني من جيبتي ورا. شوف وين ملزق. هيو 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 قدام قدام. باع. مرحبا. اطلع يلا. بدك تطلع يا. يلا. ما هو انا بدي اطلعها اصبر شوي. اطلع. خليها خليها تطلع هات مال الشبل. خليها تنزل انا ملزقه بين الخشب. يلا 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 يلا. كبيرة؟ راسها تحت. معلش معلش خليها خليها. اترك لي اياها. هذه الجهه هي تعال ابراهيم. لا انا بديش اذيها، بدي اياها تطلع. ايوه خليها تطلع ابعد. خليها تطلع خليها خليها. والله طويلة. وين رايحة؟ كبيرة ها؟ عاديك البكلاوية هاي وين مكان بتعيش؟ يعني حتى شو بهالظهر؟ هيك هات القشاطة. نضغط عليها بالقشاطة احسن لك. بتقتلها يعني؟ لا يا زلمة انا ولا مرة بقتلها فيها. خذها. انا جاي من اخر الدنيا عشان اقتلها، طب ما بقول لك طب راسها وخلص. تعال على الضوء يا يعني اعطوني شيء نحطه. جنينة بس مش سامة هي لا لا مش سامة. شايف طويلة بس ضعيفة. طب شو يعني نحيفة. بدها غذا. مش بالعة مش بالعة. هاي غطوة. هاي هذا الغطوة. امسك شوي. تمام تمام جاهز. هات امسكها. هات نغسل خلص يلا.